اخويا السلام عليكم ورحمه الله. نعاوتاني هذا الفيديو اللي حاول لقيت واحد لي كومونت اللي هو على عندي بنت مثلا عندها 13 عام وانا جاي كده. واش نو كاين واش كيما هضرنا في هذاك الفيديو على التربيه كيفاش كيديروا لها التربيه الجنسيه كده وهذا. وحاليا دابا كيميع داك الشيء اللي هو كيما كنقولوا نعاودوا نهضروا يعني 13 عام راه واصله واحد اللاج اللي هو صعيب بزاف. يعني خصك واحد لا مونطيلاتي كيفاش تواصل معاها وقول لها بنيتي راه كذا وراه عندها يمشي يجيك شي عادي راك كبيره وعندهم شي عادي لانهم في الدين ديالهم ما عندهمش هذا الشيء. ولا يعني خصك ديما المواقف الدينيه خص ترسخ البنادم الانسان في دماغه راه ماشي عادي. العادي هو اللي كيبغي يتمتع وكيمشي. لان انا دابا كنعرف دابا شي وحدين هنايا دابا هي من خلال فاش عرفتها انا دازت مع اربعه تقسم هذا شهر تقسم هذا 15 يوم عندهم داك الشيء عادي. لا مونطاليتي كيكونوا كاع عندهم الدراري وعندهم عادي صافي هادو كبروا هكا في لا مونطاليتي. يعني انت خصك تربي بنتك ولادك على بالنسبه لهذا الموقف هذا. واخا يكون ولدك واخا راه حنا كاع الراجل كيقولوا بان ما كيتحاز ولكن راه كيتحاز. تصور معايا دير واحد المشكل ولا هادي ولا هادي في التالي تصدق عندك وليدات ولا كدا وما غاديش تبقى تشوفهم ويقدروا يطلعوا يجيبوا لك المشاكل. يعني راه ما زين لا للدري ولا ولا للبنت. وفي هذه اللحظه هذه هي انا فاش كنتفق يعني راه صعيب باش تلقى واحد الانسانه اللي هي اجنبيه وتتواصل معاك في ديك لا مونتاليتي. ما تاكلش داكشي ديال الخنزير ما تاكلش داكشي يعني بزاف. انا بالنسبه ليا ورايي الشخصي واخا كنكونوا درنا شي حوايج وكنتمناو ربي كيغفر الله ما كاينش شي واحد اللي هو معصوم من الخطا. يعني كلنا خطاؤون وخير خطاؤون توابون. الا هو اللي كنقولوا الانسان يقري وليداتو مزيان يعلمهم مزيان يوريهم الدين يحاول يوريهم الاخلاق. راه الانسان راه كيفاش نقولوا راه بحال كتحطي واحد البعوضه. واش دابا نعطيك مثلا في رمضان على من كيحط الشباك يهل الدبان علاش؟ لان كتكون معريه يعني بحال داك الشكل هكاك. يعني راه الانسان ولا كان مغطي داك الشيء وكان مريقل كتكون كتشهاه. دا هو الانسان هذه هي العلاقات الانسانيه. يعني الانسان كيحترم راسو قداش ما احترم الانسان سنو كيكبر في عينيه وقداش ما الانسان كان متقي في الله راه ربي كيجعل له مخرج. يعني ما عمر الانسان يفقد الامل. وهي كتكون نيتك حسنه وراه ربي كيعاونك لا بالنسبه لوليداتك ولا بالنسبه في العمل. والله يسهل على كل واحد. هي الناس كنعاودوا نرجعوا لهذه الطريقه. يعني بلد صالح للعيش وللاندماج ولكن الثقافه هي اللي صعيبه شويه بزاف. وبالنسبه كما كنقولوا للدراري كتحس بواحد العزله كتحس بواحد بشكل. علاش؟ لانك ما كتلقاش اللي كيتفاهم معاك بديك لا مونتاليتي تاع مغربيت او لا تزائريت او لا ديك القح ديال الثقافه العربيه والمسلمه. يعني ما كتلقاهاش يعني بشكل. سيد انا دابا كان هنايا سيد السوري دابا قال لي غادي نمشي لواحد البلاصه اخرى. دابا راه وعرفت واش مشى ولا مازال. يعني بغى يمشي لواحد البلاصه اخرى واحد الولايه اخرى. يعني كيحس الانسان بالنقص. داك النقص ما كاينش اللي غادي يعوضو لك من سوى انسان. وكتكون الغربه سهله الانسان الا كان كيتلاقى مع ناس اللي كيتفاهموا معاه وعرب ومسلمين ولا اكثر الا كانوا مع وليداتو كتسهل الغربه. ولكن الا بالنسبه للشخص كان بوحدو يعني كتحس بواحد الغربه. وصيرتو الا كان عليه الضغط وجا مع وليداتو يعني يكون واحد الضغط كبير راه ما غادي يحسو. هي اللي كنقولوا ما كيحس بالمزودين اللي مخبوط به. يعني في واحد هذا هو اللي كاين. والله الا اش نقول لكم الله يجعل السلامه في كل حاجه. هذا ما نقول والله يسهل عليكم الله يعطيكم كل ما كتمنوا. هذا اللي جاني ما نقول وبيس وما تدخلوش علينا سير سبسكرايب طال زر 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 كل جديد. وهذا هو اللي كاين.